لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أهلا بكم أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. كيف تقرأ استراتيجية الحكومة في التمسك بروايتها بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين؟ من المؤكد تماما أن هذه الادعاءات التي تريد الحكومة تسويقها وتضليل الرأي العام بشأنها هي ما هي إلا أكاذيب مفضوحة لا قيمة لها أمام الأدلة الموثقة على أنها استخدمت العنف والقمع بطريقة وحشية على المتظاهرين وقتلت وجرحت الآلاف من أبناء الشعب العراقي الذين يتظاهرون بشكل سلمي وحضاري ويطالبون بحقوقهم من أجل استعادة وطنهم. لذلك حقيقة تضليلها وتكذيبها وادعاء روايات حقيقة لا أساس لها من الصحة، فهم قد استخدموا الغازات والقنابل بطريقة أفقية مباشرة الهدف منها القتل وإيقاع الضرر الأكبر بالمتظاهرين، وهذا ما حدث. أنا أتكلم عن أرقام وصلت إلى مؤكدة إلى 15,000 جريح ويزيدون، وأكثر من 400 شهيد من المتظاهرين. نعم. وهذا حقيقة يؤكد على أن الحكومة هي فقدت بالكامل وأصبحت مدانة مجرمة ضمن كل القوانين سواء المحلية أو الدولية بقمعها للمتظاهرين، ولا زالت تمارس هكذا أعمال ضدهم. أستاذ عبد القادر، يتساءل كثيرون من يقتل المتظاهرين ويصيبهم بالرصاص الحي، وإذا كان هذا الطرف الثالث الذي يتحدثون عنه هو من يقتل المتظاهرين كما تدعي الحكومة، لماذا لم تتحرك للقبض عليه وحماية المواطنين؟ أولا، عملية الطرف الثالث هو سيدهم الذي يأمرهم وهو الإيراني، وبالتالي هم كلهم جميعا أطراف تعمل على قتل المتظاهرين وهم يعني حقيقة مدانين. وهذا لا يعني أنهم عندما يقولون بهكذا الروايات سيفلتون من العقاب أو أنهم لا يدانون، هم مدانون. ومن حقيقة يستخدم العنف هي الأجهزة المعروفة، الأجهزة الأمنية الحكومية سواء كانت الميليشيات التي تدعمها الحكومة أو الأجهزة الأخرى كمكافحة الشغب وغيرها، وبالتالي هم من يسمح للطرف الثالث الإيرانيين بالتواجد الفعال. ولا زالت غرفة العمليات التي أسسوها في بغداد لقمع التظاهرات برئاسة السفير الإيراني إيريج مسجدي. إذن هؤلاء متواطئون وهم يدونون أنفسهم أكثر بهكذا اعترافات، وبالتالي هم يسمحون لتلك القوى بالتواجد على الأراضي العراقية. والوثائق الأخيرة التي سربت عن المخابرات الإيرانية دليل أيضا كبير على أن هؤلاء هم جزء رئيسي من النظام الإيراني، وهم حقيقة مجرد عملاء وجواسيس كما يصفهم الإيرانيون. لذلك حقيقة كل هذه لا تجعل أنهم ينفذون من العقاب أو المسؤولية القانونية. اليوم نعم هم موجودون بالسلطة وهم الذين يقتلون، لكن في قادم الأيام سيكونون مدانين وسيحاسبهم الشعب العراقي وسيلاحقهم بطريقة واضحة. فالقتلة هي حكومة عادل عبد المهدي وأجهزتها الأمنية القمعية، والطرف الثالث هو سيدهم الإيراني الذين هم حقيقة أدخلوه على العراق، ولذلك العراقيون يطالبون برحيلهم جميعا من أجل استعادة كرامة وسيادة العراق. رغم هذا النفي فإن قتل المتظاهرين ما يزال مستمرا، وهذا ما يؤكد استمرار الحكومة أيضا في سياساتها القمعية. انطلاقا من ذلك أستاذ عبد القادر، ما أفق نجاح مبادرة القوى السياسية في بيت الحكيم للإصلاح السياسي والاقتصادي؟ أولا، هذه المبادرة وهذه الأطراف السياسية هي أحزاب فاشلة استمرت على فشلها طوال 16 عاما، ف16 عاما يحكمون البلاد واوصلوه الى مأساة حقيقية، قتلوا مئات الالاف من ابنائه على طوال 16 عاما، وسلموا العراق بتبعية خالصة لإيران، وهم اصبحوا مجندين لهذه الدولة وليس للعراق. ولذلك فكيف لمن فشل طوال 16 عاما ان ينجح في 45 يوما؟ ثم القوانين التي ساقوها هي قوانين ليست لها علاقة بالمتظاهرين مطلقا، هي تقاسم طائفي حزبي ذو منفعة فيما بينهم لهذه الكتل السياسية التي تتحكم برقاب العراقيين وبمقدراته وبسيادته وباقتصاده. لذلك ما بال أو ما عمل المحكمة الاتحادية وتشريع قانونها بمطالب المتظاهرين، وهذا يؤكد على أنهم ينوون حقيقة
بالذهاب لتقسيم العراق، والذي انتهى على يد هؤلاء المتظاهرون الذين قبروا الطائفية السياسية التي صنعتها هذه الأحزاب، لأنه معلوم تماما تشريع قانون اتحادي بمعنى أن هناك بلدا مقسما مجزأ حتى يشرع، وهذا ما لا يستطيع العراقيون. لذلك هذه الوثيقة ولدت ميتة وانهارت، وبالتالي هم ماذا يقولون على وثيقة الشرف التي وقعوها ولم ينفذوها؟ وأسقطت أيضا ورقة التوت، أن عمار الحكيم معارضة، اليوم عمار الحكيم يدعي المعارضة وهو يؤيد الحكومة. هذه كلها حقيقة لها فوائد كشفتهم وعرضتهم أمام الشعب العراقي بالكامل، وبالتالي هم أساس المشكلة. الحديث عن الشعب العراقي ربما يؤدي بنا إلى تساؤل، إلى أي مدى أن هذه الكتل السياسية وبوثيقتها هذا لم تستوعب بعد مطالب المتظاهرين في إسقاط النظام ككل، الشعار الذي رفعه الشعب العراقي؟ لأن هؤلاء يعلمون أن نهايتهم السياسية أصبحت باتت قريبة، وهم يريدون كسب الوقت من أجل أن يظنون أن الشعب العراقي سيعود، وبالتالي الشعب العراقي أصبح الوقت لصالحه وليس ضده، لأن هناك اندلعت تظاهرات في إيران، وهذه التظاهرات إن قمعت اليوم ستخرج غدا، وبالتالي ستتعزز أكثر لشعوب المنطقة أنهم يريدون استعادة أوطانهم من مخالب إيران. لذلك حقيقة أصبح عامل الوقت هو مفيد للمتظاهرين لا مفيد للحكومة، لذلك هم سيفشلون في رهانهم الخاسر هذا، وبالتالي هم حقيقة يريدون عملية قمع التظاهرات، لأن إلى هذه اللحظة الرؤية الإيرانية في التعامل مع التظاهرات العراقية يدفعون باتجاه قمعها، وإن كان هناك إفادة أو آلاف من القتلى، لكن أصبح الوضع للعالم مكشوف، وأن هناك تظاهرات وطنية عراقية والعالم بدأ يعترف بها، وهذا حقيقة سيحرجهم في قادم الأيام، وبالتالي ستكون الكفة لصالح المتظاهرين الذين سيقلعون هؤلاء من جذورهم وسيسقطون، وبالتالي سيكون حسابهم عسيرا على يد الشعب العراقي. كيف يمكننا مقارنة قمة الوعي التي وصل إليها الشعب المتظاهر وتصريحات فالح الفياض اليوم؟ فالح الفياض معلوم هو شخص مستخدم إيراني، وهو من العملاء المزدوجين الذين كانوا يرتبطون مع القوات الأمريكية ومع الإيرانيين، وهو كان بين الطرفين، ثم انتقل إلى الحضن الثالث وهي روسيا، وبالتالي عمل ما يسمى بالتحالف الرباعي في بغداد، وجعل الحشد تمثل الحكومة، وبالتالي أصبح الرأي الإيراني طرفان في المعادلة في هذا الاتفاق الرباعي. لذلك فالح الفياض يعيش في غيبوبة، هذه الغيبوبة حقيقة لا يصدقون أنفسهم أن الشعب العراقي الذي مارست عليه الخطط الإيرانية بالطائفية وعزله وانشغاله بملفات ساخنة من أجل تغييب وعيه أو من أجل تغييب دوره الذي هو اليوم استعاده، بالتالي هم حقيقة يعني أثر الصدمة لا زالت عليهم، وبالتالي يحاولون كبرياء أنهم واقفون وأنهم صامدون أمام هذه التظاهرات، وسترون أن في قادم الأيام صمود المتظاهرين الأبطال الذين حقيقة أصبحت لديهم بصمة كبيرة لا سيما في بغداد وفي ساحة التحرير وأصبحوا يحاصرون المنطقة الخضراء، سيرى العالم وسترون أن هؤلاء تصريحاتهم ستذهب هباء منثورا وسيتساقطون بسرعة فائقة. نعم، الفياض أيضا طلب في تصريحاته بمعلومات وأدلة عن تورط الحكومة فعليا في عمليات قتل المتظاهرين، ألا تعد التقارير التي أصدرتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية كافية لدى الفياض لكي يطالب بأدلة أخرى؟ وهذا ما هو الأدلة الدولية والأدلة المحلية التي يمتلكها المتظاهرون من تصويرات وتوثيقات لهؤلاء الذين قتلوا المتظاهرين، ثم ما الذي أودى بحياة هكذا عدد كبير من الجرحى والشهداء العراقيين؟ والسؤال الذي يطرح نفسه على الفياض وغيره، ماذا صنعتم للجرحى؟ ألم تلاحقوهم في المستشفيات ولم تدعوهم يتعالجون من إصاباتكم؟ إذا القضية هو يراد منها تضليل الرأي العالمي، لكن هو لا يعلم أن الرأي العالمي أصبح مدرك لحقيقة التظاهرات في العراق ويمتلك أدلة أكثر مما يمتلكها فالح الفياض، وبالتالي هذه حقيقة يعني ضمن الخطة الإعلامية التي تقودها
غرفة العمليات، وإلا أين كان الفياض طوال هذه الفترة مختفيا ليطل علينا في هذه الفترة؟ لذلك يتلاعب أدوار بالكامل من أجل أنه يكسبون مرحلة الخطابات الإعلامية والتضليل الإعلامي لانشغال الناس في الرد عليهم بكيفية إثبات أن هناك طرف للحكومة في قتل تلك المتظاهرات والمتظاهرين وأنهم هم يتحملون المسؤولية. هذه حقيقة تجاوزناها بالكامل، ولا قيمة لفالح الفياض ولا لتصريحاته الموتورة ضد الشعب العراقي، وبالتالي فالح الفياض جزء رئيسي من عمليات إبقاء النظام الإيراني في داخل العراق، وبالتالي هو القضية لا تتعلق فقط بالمتظاهرين. كيف يمكن لفالح الفياض أن يتناسى أنه قتل جرف الصخر وقتل أهالي بغداد والاعتقالات وخطف الناشطين؟ كل هذه حقيقة دلال على أنه هو من أطلق يد الميليشيات داخل بغداد والمحافظات لاغتيال العراقيين. شكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان.